موضوع النهاردة المصطلح اللي بيقول مية ورا طبلة الودن. يعني ايه مية ورا طبلة الودن؟ المصطلح الشائع اللي الناس بتقوله. احنا عندنا الأذن الوسطى دي حجرة ضيقة بيوصلها امداد دموي بشكل ضعيف مش بشكل كبير. هذه الحجرة من برة الحدود بتاعتها هي طبلة الأذن، من جوه في أنبوبة اللي هي اسمها ستاكيان تيوب أو قناة ستاكيوس. دي أنبوبة بتبقى موصلة الأذن الوسطى بنهاية الأنف أو بالبلعوم الأنفي. الأنبوبة دي وظيفتها أنها تعمل تهوية للأذن الوسطى وتاخد الإفرازات اللي فيها وتوصلها للبلعوم الأنفي عشان تخلي حالة الأذن الوسطى دايما كويسة، وبالتالي تساعد في توصيل الأصوات بشكل جيد، وبالتالي الشخص يسمع بشكل جيد. الأشخاص اللي بيحصل لهم ضيق أو انسداد في قناة ستاكيوس تتكون الإفرازات دي جوه الأذن الوسطى وتضعف السمع. دول غالبا بيبقوا الأشخاص اللي بيحصل لهم التهابات متكررة في الأنف. على مستوى الأطفال الأكثر شيوعا بتبقى الأطفال اللي عندهم لحمية أو اللي عندهم حساسية أنف، دي اللي بتعمل احتقان متكرر في الأنف، وده اللي بيعمل تكرار لتكوين أو ترسيب المية دي في الأذن الوسطى. طبعا الموضوع بيبقى علاجه عبارة عن ان احنا بنعالج السبب اولا، وبندي ادوية للمية الموجودة في الاذن الوسطى. غالبا الامور بتتحسن، وفي اغلب الحالات ما بنحتاجش اجراء جراحات والدنيا بتبقى كويسة وبتتحسن. قليل من الاطفال اللي هما ما بيستجيبوش للعلاج، ودول بنضطر نعمل لهم عملية بسيطة، بنفتح طبلة الأذن ونشفط احنا الإفرازات الموجودة ونزرع فيها أنبوبة تعمل تهوية. دي بتبقى أنبوبة مؤقتة بتقعد في ودن الطفل حوالي 6 شهور أقل شوية أو أكثر شوية، وغالبا طبلة الودن بتطردها لوحدها وبعد كده الطفل بيبقى كويس. ما بنستعجلش في العملية ولا حاجة، بالعكس احنا بناخد علاج مرة واثنين وثلاثة، وفي كل مرة بنتابع في ضغط بضغط الأذن. إذا لقينا الطفل ما بيستجبش وما زالت المية موجودة ومأثرة على السمع، في الآخر خالص بنلجأ للعملية. وربنا يحفظ أولادكم جميعا وأشوفكم بخير، وشكرا جزيلا.